أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. تلاميذ بكالوريا هم الآن في ضغط وقلق وخوف لا يعلم به إلا الله، بعد العد التنازلي لنتائج يوم غد. عيون ساهرة، أمهات تفكر، أباء ينتظرون، طلاب يترقبون. نسأل الله فرحة وزغاريد تعم كل بيوت مترشحي بكالوريا يوم غد.